السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لو سمحت يا شيخنا، كنت صائم في يوم، وأنا كنت أمشي على الطريق فمررت بمغسلة لفعل السيارات وكده، فحضرتك عارف إن ضغط الماء بيكون شديد. طيب. ففي بعض الماء يتطاير في الهواء، فيعني دخل إلى فمي. رغما عنك. نعم. رغما عنك. ايوه رغم من عني، بس انا يعني اختلط بريق وبلعت الريق وهكذا، فهل علي يعني شيء ولا لا؟ ما عليك شيء ان شاء الله. سلام عليكم.